السيدات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أينما كنتم، تحية طيبة لكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير دائما عبر SSC في دوري روشن السعودي، ونحن في الجولة 11 في بطولة عزيز البكر والكباتن الكرام في الاستديو. النصر الذي يدخل مباراة اليوم في طبعا هذا اللقاء أمام الخليج الذي يستضيف هذه المواجهة ويأمل لأن يحسن نتائجه. على الجانب الآخر النصر المتصدر قبل أن يسجل الشباب انتصار في مباراة يوم الأمس على حساب الاتفاق لأن يعتلي الصدارة ب 25 نقطة. النصر عمو يمرر الكرة جميلة جدا عند كونان والعرضية من كونان وخطيرة جدا، خطيرة على مرمى الخطيرة.